لاحظنا واحد يعني فريق قوي كيلعب الكره في الارض، شنو هو السر؟ والسر مورا ذلك هو الاعداد. من احنا الان بصدد اننا كنكونوا وبالمساعده ديال المدرب اللي معهم الان السي هشام امدلوس، هو اللي كيدير معهم كل شيء، هو اللي كيدربهم، وحنا الدراري باقي صغار وبغينا نطلعوا فرقه ان شاء الله اللي غادي تكون من هنا لاربع سنين تمثل الافني في جميع التظاهرات سواء من داخل العصبه ولا الجامعه ان شاء الله. لان احنا هذا العام بالنسبه للكبار كنحاولوا اننا نحققوا الصعود للقسم الاول. وبالنسبه يعني الاستعدادات، يعني الفرق اللي باغيه تستفز من التجربه ديالكم، شنو هي النوعيه ديال الاستعدادات اللي كديروا لهاد الفتيان هادو باش وصلوا لهذا المستوى؟ ما يخفاش عليكم اننا احنا الان في البدايه ديال الطريق، وننطلق من الصفر، لا نملك شيئا صراحه. احنا النادي لازال يبحث عن الموارد الماليه. احنا الان هاد الدراري هادو راه كنجمعهم غير من المدارس ومن الاعداديات وبصره التكوين ديالهم، وكنديروا معاهم يعني دي تيست، وكنحاولوا اننا نقنعهم يتربوا على كره القدم، وكره القدم كنحاولوا انها تكون ما امكن احترافيه بالدرجه الاولى، احترام الخصم، احترام الحكام، احترام الفريق الضيف الى اخر ذلك. من لان الرياضه عندنا حنايا سلوك قبل ان تكون ممارسه، فهي سلوك واخلاق وتربيه. واش ممكن تقول لنا على الفريق الكبار؟ الفريق الكبار هذا العام ان شاء الله احنا بعد لا فيزيون اللي دارت ما بين الناديين اللي كانوا في سيدي يفني، ما بين نادي اتحاد شباب سيدي يفني والاتحاد الرياضي، فهذا العام احنا معولين ان شاء الله اننا نحققوا الصعود للقسم الشرفي عفوا للقسم الهوات. والدليل على ذلك اننا احنا في حدود هذه الدوره هذه اليوم راه حققنا فوز مهم 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 جدا على شباب الخيام مدينه سيدي يفني، وكنتصدروا الترتيب مع بفارق نقطتين او ثلاث نقاط على المتربص، ومع مقابله ناقصه ضد نهضه التفاؤل. الاندماج ديال جوج الفرق في افني واش عطى الاكل ديالو؟ بطبيعه الحال، لان الموارد كتولي كتوحد الجهود، ومادام ان الجهود كتوحد فالموارد حتى هي كتوحد. ونتمنى من الله التوفيق للجميع، على سواء في مدينه افني في مدينه تيزنيت اللي يشرفني انني نكون كنتمي ليها، وتحيه للجميع.